السلام عليكم مرة تانية، معاكم أحمد حمدي. أنا مدرس مساعد في جامعة النيل، وده كورس Engineering 002 Introduction to Engineering Design. في الفيديوز اللي فاتت احنا اتكلمنا على ال PLM Cycle in General، واتكلمنا على ال Design Factors. يعني هنبدأ ندخل في الأسامبلي واحدة واحدة كده، في ال Product Assembly نبدأ نشوف ايه ال Different Joining Techniques. تعالوا كده نشوف ايه ال Techniques الموجودة في ال Joining. عندنا لما نيجي نقول joining techniques، عندنا في two tracks. عندنا في حاجة اسمها permanent joints وحاجة اسمها temporary joints. ال temporary joints زي ايه؟ زي الميكانيكال fasteners. يعني ايه fasteners؟ يعني حاجة بتربط زي المسامير، البولتس، النتس، سكروز، ستادز. يعني هنشوف الكلام ده بتفصيل في السلايدز اللي جاية. في حاجة اسمها splines، يعني لو قعدت احكي فيها كتير مش هتفهموها، فلازم تشوفوها، فبرضه هتشوفوها في السلايدز اللي جاية. نفس الكلام السناب فيت. السناب فيت ده ممكن يكون حاجة اقرب لعارفين الغطا بتاع ريموت الكنترول، بيبقى فيه لاتش كده او زي سناب لاتش كده ورا عشان تغير البطارية. فده هو ده السناب فيت، ده يعتبر تمبري جوينت. وحاجة اسمها الكيز. الكيز مش المفاتيح اللي احنا نعرفها، لا، الكيز يعني في الميكانيكال فيلد يعني خوابير. تمام، فهنشوف ايه الخوابير دي وان شاء الله يعني ربنا يبعدها بعيد عننا. ندخل على البيرمن جوينتس. هنلاقي في حاجة اسمها ويلدنج، chemical adhesions، rivets، permanent latch. يعني welding يعني الحام، chemical adhesions زي الامير والجلو والاوهو والصمغ والحاجات الكله. تمام، الريفتس اللي هو البرشام، مش البرشام اللي بناخده، لا، البرشام اللي بنبرشم بيه. تمام، البيرمننت لاتش يعني زي الحاجات الانتي باك اوت لاتش. هنشوف الكلام ده كله في السلايدز اللي جايه، هنمسك واحده واحده كده. طبعا مش بس دول، لا، في حاجات تانية كتير، بس يعني دول الموست كومن جويننج تكنيكس. ف في كاتيجوري تاني من الجويننج، يعني في ناس بتكاتيجورايز الجويننج تكنيكس عن طريق مش البيرمننت والتمبري بس، لا، يعني في ناس بتقول مثلا ان انا لو هعمل حط تو جيرز مثلا ترسين مع بعض فده يعتبر سام سورت اوف جويننج. تمام، بس ده بيبقى حاجة اسمها باور ترانسميشنز، هنتكلم برضو عليها لسه في ليكتشر لوحدها. زي السيور مثلا، ايه الديفرنت ميكانيزمات اللي عندنا، الحاجات اللي بتربط بتلينك حاجات، البيلتس اللي هي السيور، البيلتس، البوليز، البكرات. تمام، التشينز والسبروكتس، يعني هنعرف كل الكلام ده برضو في الليكتشرز اللي جاية. خلينا نمسك واحدة واحدة من دول نبدأ نشوف ايه تفاصيلها. التمبري جوينتس، عندنا اول حاجة اسمها الميكانيكال فاستنرز. الميكانيكال فاستنرز زي ما قلنا بولتس، نوتس، سكروز، ستادز. يعني ايه بولت؟ بولت يعني مسمار، نوت مش المكسرات، لا، نوت يعني صامولة. تمام، البولت والنوت بيبقى دايما معاهم حاجة اسمها وردة، واشر. الواشر يعني خلينا نعمل انوتيت الواشر اللي هي فين. الواشر اللي هي حاجة زي دي، حاجة شبه الربع جنيه المخروم. تمام، دي واشرز. تمام، البولت اللي هو مسمار اللي هو زي ده كده، والنوت طبعا اهي دي النوت. جميل، السكروز. طب ايه الفرق بين البولت والنوت والسكرو؟ السكرو بيبقى حاجة اللي هي زي ايه، يعني البولت اللي هو مسمار ربط، مسمار ربط يعني بيبقى راسه هيكسجن بالبروفايل ده. السكرو بيبقى راسه اللي هي صليبة وعادة، واللي هي حاجات ليها بتفك بحاجة اسمها سكرو درايفر. سكرو درايفر في حاجة اسمها مفك وفي حاجة اسمها مفتاح. المفتاح اللي هو مفتاح ربط زي المفتاح الانجليزي والفرنساوي ومفتاح بتاع الانابيب بتاع زمان دي. المفاتيح دي بتفك البولتس والنوتس. تمام، عشان شايفين الهيد هنا هيكسجن فتتفك بمفتاح، المفتاح اسمه كي، رانش كي. تمام، السكرو بيتفك بحاجة اسمها مفك، مسمار في حاجة اسمها مسمار شك ومسمار ربط. مسمار ربط اللي هو بيتربط بالمفك اللي هو زي البولت ده. مسمار الشك زي مثلا عارفين الحاجات اللي بتفك بالجي ام اللي هو الصليبة والعادة، اللي هي زي مثلا مفيش صورة اهو، اللي ورا دول الطقم اللي ورا دول كلهم سكروز، دول كلهم بيتفكوا ويتربطوا بحاجة اسمها سكرو درايفر اللي هو مفك مش مفتاح. في فرق بين المفك والمفتاح. يعني انتوا لو دخلت على جوجل اكيد عارفين طبعا المفك اللي هو الجي ام اللي هو الصليبة والعادة اللي هو والوردة مشرشر والألانكي والكلام ده كله، كل دي أنواع مفكات مش مفاتيح. المفتاح اللي هو بيقولك مفتاح 13، مفتاح 10، مفتاح 15، whatever اللي بنفك بيه الهكسجن بروفايلز. طيب تيجي تقول لي يعني ايه بقى استاد اللي ما اتكلمناش عليه ده؟ استاد يعني برضو خابور. جميل، يعني احنا عندنا فيه خابور اللي هو الكي اللي اتكلمنا عليه. لسه هنتكلم على ايه هو الكيز ده، اللي هي حاجة تانية خالص غير الكيز اللي هي المفاتيح اللي بتفك الرانش كي. وفي عندنا حاجة اسمها خابور. ايه بقى الخابور؟ الخابور اللي هو ده،
ده كده خابور. ليه خابور؟ عشان يعني يعتبر ما ملوظ من ناحيتين، في ثريد من هنا ومن هنا. جميل، هم مسمينه كده خابور، يعني ما تسألش ليه التفاصيل، ما حدش يسأل ليه الاستاد اسمه خابور. طيب ساعات بيبقى في مثلا انا عايز اربط حاجة، الحاجة ديت مثلا هربطها في حاجة زي ارض. يعني انتوا مثلا في المدرج في الجامعة تلاقوا مثلا الكراسي او البنجات اللي انتوا قاعدين عليها متثبتة. طيب ده هل هيجيب مسمار ويقعد يربط المسمار في الارض طب افرض المسمار طويل قصير، الهول اللي هو عامله في الارض مش نفس المقاس؟ لا، فهو بيعمل ايه، بيعمل ثريدد هول في الارض، او بيركب فيشر، فيشر اللي هو بتاع البلاستيك ده، يعني بيعمل بيجيب الشنيور يعمل هول ويروح مركب فيشر في الارض، وبعد كده بيحط الاستاد ده، وبعدين بيقفل بصامولة من فوق. واتيفر بقى الطول بقى بتاع الهول مش هيفرق معايا، فده اللي بيكونترول معايا يعني الديفرنت هايتس. لو انا عندي في يعني حاجه الليميتيشن بتاع الهايتس انا مش عارفها مظبوط، فبستخدم الخابور ده. يعني ده مسمار يعتبر من الطرفين من غير راس، تمام اهو، ده برضو استد جميل. وطبعا لسه ده في ليكتشر كامله لوحدها كده عن البولتس والنوتس والستادز والستاندردز، وهنبدا نشوف بقى يعني ايه متريك ويعني ايه ام، ويعني اسئله كتير هتيجي في الامتحان، فدي ليها قصه لوحدها في سلايدز لوحدها. طيب بعد كده عندي في حاجه اسمها ميكانيكال سبلاين. طبعا لو قعدت اقول لكم سبلاين دي للصبح ما حدش هي يعني لازم تشوفوا صورتها. فده عباره عن حاجه زي ما احنا شايفين كده، البتاع هو كويس موجود، بيبقى حاجه مشرشره كده، حاجه شبه الترس بس مش ترس، بيبقى حاجه زي عشي ومعشوق بيدخلوا في بعض. يعني ده بيدخل في حاجه زي ميل، او ده في ميل بيدخل في حاجه في ميل اهو، ده الميل ده بيدخل في الفيميل ده يتعشق معاه، ده نفس الكلام، ده بيدخل في حاجه تمام يتعشق معاه. فده بيبقى بيعمل لينكج سيستم برضو. يعني انت لو عايز يعني ده تلاقوه بقى في الحاجات بتاع العربيات اكتر، اللي هو السبلاين ده، يعني ده بيستحمل اكتر في نقل الحركة عن مثلا انت هتعمل حاجة زي كيلة لسه هنتكلم عليها. طيب كل ده يعتبر تمبري جوينت ليه؟ يعني المسمار والصامولة اللي اتكلمنا عليهم قبل كده والسبلاين والحاجات دي ليه؟ عشان ده تقدر تفكه وتركبه في اي وقت، عشان كده بنقول تمبري جوينت. طيب من التمبري جوينتس برضو حاجه اسمها لاتش او السناب فيت. السناب فيت زي حاجه قلنا اللي هو ظهر الريموت الكنترول، اللي هو الكفر اللاتش سيستم، حاجه زي ده كده او زي ده او زي ده مثلا، او زي بتاع الشنطه ده او الحزام. في حاجات برضو بتبقى مش شرط بلاستيك لاتش، بيبقى في حاجات ميتال لاتش زي بتاع الحلل مثلا، او اللي هي الحاجات اللي هي بتكيب الحراره في اللي هي معرفش اسمها ايه دي، العلب اللي هي اللي بتبقى بلاستيك عايز تعمل، او الكولمان بتاع زمان. يعني كل دي تعتبر different types of snap latch، ده تقدر تفك وتركب في اي وقت. جميل. طيب بعد كده ندخل على حاجة اسمها الميكانيكال كيز. الميكانيكال كيز قلنا خوابير، بيبقى عندي في حاجة اسمها كي سيت المخدة، تمام، وبيبقى عندي فيه الخابور والكي واي. جميل. انا مثلا عندي حاجه زي ترس، الترس ده عايز اركبه على شافت. طيب الترس اركبه على شافت ازاي؟ ما هنا في هول والشافت بيبقى فيه، الشافت هيدخل جوه هنا. طب انا عايز اعمل لوكينج للجير مع الشافت، بحيث ان لو الجير لف الشافت يلف، او لو الشافت لف الجير يلف معاه، يبقوا الاثنين يعني جوينت توجذر مع بعض. وات ايفر مين فيهم الدرايفر ومين فيهم الدريفن، سواء الشافت او الجير، تمام، اي حد فيهم هيلف هيلف في التاني معاه. فبنعمل حاجة اسمها كي، ميكانيكال كي، تمام. الكي بيبقى بالعربي اسمه خابور، بيبقى حاجة بالشكل ده بتبقى تتعشق في المخدة او في الكي سيت، بيبقى ليها كات كده زي كي واي كده، تمام، يعني حاجة زي ده. ده شافت اهو مقطوع فيه حاجة ومتثبت فيه الكي، بيبقى بارز شوية بحيث ان هو يدخل جوه يلوك، لما حاجة تلف التانية تلف معاه. هو ده يعني اظن الصور دي موضحة جدا حتة الميكانيكال كي. ده الابلكيشن بتاعه. قلنا لو انت عندك فيه حاجه زي الكاما مثلا، الكاما لسه نتكلم عليها بعد كده، الكاما لو انت عايز تركبه على شافت، او الجير عايز تركبه على شافت، او البولي، البكرات دي ليها قصه تانية اساسا، عشان بيدخل معاها حاجه اسمها البيرنج اللي هي البلي، فدي ليها قصه تانية. whatever انت حاجه بتلف عايز تركبها permanently على حاجه تانيه بتركبها، سوري temporarily على حاجه تانيه بتركبها بالكيد بالخبور. طيب ندخل بعد كده على ال permanent joints. ال permanent joints عندي في حاجه اسمها welding، اللحام، اللحام بانواعه. طبعا اللحام ده يعني انا في الجامعه انا خدته على كورسين، welding 1 و welding 2، فده ليه قصص وانواع ويعني
والتج والميج وبتاع، قصص كده يعني، اسماء كتيرة عجيبة، ويعني مش يعني مش قصتنا دلوقتي. بس في حاجة اسمها لحام. اللحام ده بيبقى عبارة عن permanent welding او permanent joint. لما بتيجي تلحم حاجتين مع بعض بيبقوا خلاص ثابتين مع بعض، صعب جدا انت تفكهم، لازم ايه تكسر بقى، ويبقى فيه فريكشن، سوري فريكشن، مش فريكشن، ان انت بتعمل destroying للحاجة عشان تفكها. فمش هتقدر، الفرق بين البيرمننت والتمبرري جوينتس ان التمبرري تقدر تفكه وترجعه في الشكل اللي هو كان فيه تاني، لكن الجوين البيرمننت جوينت عشان تفكه لازم تكسر او لازم تبوظ حاجة، ده حاجة ثابتة مش هترجع تاني. جميل. طيب الويلدنج بأنواعه، اللحام، اللحامات كلها بأنواعها، الكيميكال ادهيشنز يعني الصمغ والامير والاوه والكله اللي بنشمها دي، تمام، وكل الحاجات دي كده تعتبر كيميكال ادهيشنز، دي تعتبر بيرمننت جوينتس. هتيجي تقولي طب ما ممكن انت مثلا تعمل حاجات بالامير وتفك، بس لما تيجي تفك هتلاقيها بوظت مكانها، ده معناه ان هي عملت ديستروينج او ما رجعتش للفيز اللي كانت فيها، فده يعتبر سام سورت اوف بيرمننت جوينت. وطبعا في حاجات كيميكال ادهيشنز يعني في انواع من الامير والغيره والصمغ والكلام ده كله والكله والحاجات دي بتبقى بيرمننت جوينتس رهيبه، يعني بتمسك جامد جدا ومش بيتفك خالص يعني. فهي على حسب، على حسب الكيميكال ادهيشن ايه الكومبوزيشن بتاعه عامله ازاي. بعد كده في الريفيتس. الريفيتس يعني برشام، يجي يقول لك كده الحاجه دي متبرشمه كده، يعني برشمه يعني خلاص معموله سيلينج او مقفوله. البرشام بيبقى ليه حاجه زي مسدس، يعني لو جينا شفنا الصوره دي، ده هنا حاجه لما بتيجي تدوس عليه بتضربه في البتاع بالمسدس بتاعه بيقفل على، بيمسك في الحاجه مش بيطلع منها، يعني انت عايز تربط مثلا حتتين الموتال على بعض، او مثلا البتاع بتاع الحزام ده، ده بتاع اللوك بتاع الحزام، انت لما بتيجي تربط عايز تربط التوكه بتاع الحزام في الحزام ذات نفسه، فبتخرم مثلا في الحزام وتعمل ده وتروح كبسه بالمكنة بتاعة البرشام دي، حاجة بتبقى شبه الدباسة كده. فبيعمل ايه، بيدخل الحتة المقبقبة دي جوه، بتبقى داخلة يعني بيقولوا عليها شحط، يعني داخلة فيها كبس جامد فما بتخرجش، فبالتالي بتديك اللي هو البيرمن جوينت. نفس الكلام الاستاد، سوري الريفت ده، الخابور ده، ده انت بتدخله في هول، تمام، between two components مثلا حتتين خشب حتتين حديد حتتين whatever، وتروح ضارب بالمسدس حاجة زي ما قلنا كده زي زي الدباسة، فبيحول الطرف التاني ده بيخليه واخد اللي هو المشروم شيب ده. يعني انت وانس ان انت ده فيه هول، ده cylindrical profile، هتدخله في between two components في عندهم نفس ال concentric hole، وتروح ضارب بالمسدس او بالدباسة الحاجة شبه الدباسة دي او مكنه البرشام، تمام، هتحول لك الطرف التاني ده، هتحوله زي ده، يعني هتفعصه كده هتخليه شبه ده، فبالتالي هيبقى عندك فيه permanent joint، وده يعتبر اللي هو البرشام ده. في عندنا حاجه اسمها permanent latch او الانتي باك اوت لاتش، زي الار جي، الار جي كونكتور ده، انت لما بتيجي تدخل فيه السلك بيبقى بيحصل فيه لاتشنج جوه، او بيحصل فيه زي انتي باك اوت، يعني مش بتعرف ترجعه تاني. بيبقى الناس مثلا بتوع، يعني انا اشتغلت فتره في اليوني كان في يقول لك مكنه الترامل ومكنه مش عارف ايه، الترامل ديت لما بتيجي تدخلها في حاجه اسمها بلوك، يعني السلك بيبقى فيه حاجه اسمها تيرمينال في الاخر، ترمله، جميل، بتدخل جوه البلوك ده، البلوك ده فيه حاجه بتعمل تسمع صوت تكه كده، التكه دي معناها ان هو عشق جوه مش هيخرج تاني، بيبقى انتي باك اوت، حاجه اسمها انتي باك اوت لاتش. عشان تفكه لازم تقطع او تكسر البلوك او تكسر اللاتش ده عشان تفك، وده يعتبر some sort of permanent joint. طيب احنا كده المفروض خلصنا بسرعه كده الليكتشر بتاعه الجوينينج تكنيكس ده، كده كتفتيح بس مش اكتر، ايه الديفرنت جوينينج تكنيكس. ان شاء الله هنبدا ناخد بقى حته الميكانيكال فاستنرز دي لوحدها كده سبيسيفيكلي، هنشرحها بمور ديتيلز، ونبدا نشوف ايه الديفرنت تيبس اند تريكس اللي في البتاع ده، ونبدا نشوف ايه الدنيا. لو في اي اسئله عندكم قولولي وبعتولي، وان شاء الله مفيش اي مشكله. شكرا، واشوفكم الفيديو اللي جاي.